السلام عليكم ورحمة الله. اليوم سمعت قصة جميلة جدا، إذا اجتمع الحظ مع جبر الخواطر. هذا واحد مملت مأذون شرعي، أموره زينة وماشي وما عليه ومتزوج وعنده عيال، لكن أموره المادية ما ناش وعلى قده والأمور دفدفة. مرة من المرات تطلبه زباين يبدون بينهم علاقة أو يعرفهم أو شيء من هذا القبيل. الشاهد في الأمر عندهم بنت يبون يجوزونها، يبدو إن اللي طلبوه يمونون عليه أو يعرفون. الشاهد في الأمر إنه من مدينة أخرى، قام الرجال ولقط الشنطة الدبلوماسية وتوكل على الله. قال الرجال على الموعد ولقى الناس محتفلين ومبسوطين ومستانسين، وتقهوى معهم ووسع صدره وجاء موعد عقد النكاح. والله يوم تغيرت وجيه الموجودين وجاء بينهم بعض الكلام، وقام العريس وترك العروسة وانحاش. يوم بلشوا واحتاروا، والمرة داخل متزينة ومبسوطة وتحتلي عريسها، والرجال انحاش ولا عقد ولا محزنون. لا والله يوم شانت وجيههم وتكدرت خواطرهم، ما ودهم يكسرون خاطر العروسة. يقول لا والله، قالت واحدة منهم يا فلان ما تأخذها، قلت شان بأخذها من زينة الواحد الغيري. يقول قالوا أجل نبي نشوف رأيها، يقول قلت أنا أجل توكلنا على الله، يا الله باللي فيه خير. خوينا جزاها الله خير، رحمها ويبي يجبر خاطرها والمقسوم مقسوم. يقول يوم أخذت شوي لا والله قولتهم تم، توكلنا على الله، العروسة وافقت. والله عقد ونجهز أمورنا وأعرس على المرة وأجلس عندهم عدة أيام. وما أدري والله قال هي عجبة ولا مطلقة. الشاهد في الأمر أن الرجال عرسوا ومشت أمورهم، ويوم خضر له العالم 3 أشهر 4 أشهر. خوينا توه ما بعد أعلن عرسه، يوم من الأيام كالعادة زارهم يبي ياخذ حريمته، قالوا لفلانة نومته في المستشفى. قط عمره وراح لهم في المستشفى ولقاها منومة ولقى حالتها مترديتم بالحياة. سلامات خير وش فيها؟ قالوا طلع فيها نسأل الله السلامة الخبيث. كيف وشلون؟ قالوا والله علمنا علمك، طلع فيها فجأة وهذه حالتها مثل ما تشوف، ما أخذت أيام سبحان الله العظيم، توفت الله يرحمها ويرحم أموات المسلمين ويعفو عنا وعنا. بعد ما توفت أخذت عندهم عدة أيام، ويوم من الأيام ناداني واحد من أخوانا وعطاني في يدي ظرف. يقول أخذته وفتحته وأنا في الطيارة وأنا أظهر له والله أن شيك مكتوب لي وخطاب مكتوب فيه هذا حصتها من الإرث. ناظر أصدق أكذب، المبلغ أكثر من 20 مليون ريال. سبحان اللي هداه أنه يجبر بخاطرها، وسبحان اللي كتب له رزق عندها. جبر الخواطر فرص، وما يوفق لها إلا القليل. السلام عليكم.